خير مشاهدينا على قناة التاسعة، هذا هو موعدكم اليومي رونديفو نوف اللي سعيدة جدا كالعادة انه يحضر معي فيه زميلي محمد بوغلاب. مرحبا بك محمد، مساء النور. مساء النور محمد. اليوم عدة تطورات يظهر لي سياسية باش نرجعوا عليها أول بأول. عنا باش نحكيو اليوم على استقالة مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، أيضا بيان حركة نداء تونس بعد لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. اليوم أيضا نخصوا جزء كبير من نقاشنا للملف الفلاحي وعودة على أزمة الحليب وأيضا على أزمة البطاطا بجندوبة. كل هذا باش يكون برفقة ثلة من الضيوف نستقبل لهم أول بأول، لكن كما عودناكم البداية بالفلاش انفو. قدم صباح اليوم مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية، استقالة لم يكشف رسميا عن أسبابها بعد، ولكن تتواتر الأخبار من داخل القصر الرئاسي بأن الدافع الرئيسي يعود بالأساس إلى حصر مهام مدير الديوان وتهميشه في انتظار خروج سليم العزابي عن صمته، لأنه التو ما عطاش علاش وكيفاش هذه الاستقالة جات. برشا أخبار تتواتر، برشا تأويلات محمد بوغلاب، والسؤال الذي يتكرر اليوم، ماذا يحدث داخل قصر قرطاج؟ انت قلت لم يكشف رسميا، وانا نزيدك ولن يكشف، وفي انتظار خروج سليم العزابي لن يخرج. مش باش يتكلم هي تاويلات، ما ثماش واحد يملك يعني الروايه الرسميه. ثم شكون يرى انه استقاله سليم العزابي هي موقف مبدئي، مرضاش لنفسه باش يكون على الهامش، يكون منديلة يمسحوا فيها اليدين، لأنه مدير ديوان رئاسي ما يعلمش بلقاء رئيس الدولة براشد الغنوشي، معناها واضح اللي تسحبت يعني تسحب البساط من تحت سقيه. الرواية هذه على أنه موقف مبدئي أساسها هو رفض سليم العزابي رغم قرابته لزوجة حافظ قايد السبسي ابن الرئيس، رفضوا لتداخل الحزب مع الدولة مع العائلة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هو أنه سليم العزابي هو رفيق درب يوسف الشاهد، كانوا مع نفس الجيل تقريبا، كانوا مع بعضهم في الحزب الجمهوري وقت اللي كان الحزب الجمهوري هو الجواد الرابح في الساحة السياسية. كي ما عادش معناها دولار وطاح الحزب الجمهوري، مشاو يعني مثل الآخرين مشاو لنداء تونس. الجواد الرابح في نداء تونس كان الباجي قايد السبسي، اليوم يبدو أن التقديرات تغيرت، ما عادش الباجي قايد السبسي هو فارس الحزب، الرهان على يوسف الشاهد. هذه قراءة ثانية. القراءة الثالثة هو أنه كان تلاحظ اللي خدموا مع باجي قايد السبسي الكل ما ثماش إقالات، لكنها استقالات الكل تحوم حولها ألغاز. يعني محسن مرزوق بعدك السفرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويعني أيامات المجد فجأة يستقيل، وحديث الكواليس أنه دفع دفعا، يعني أسلوب الباجي قايد السبسي لا يقيل من يعمل معه ولكن يعطيهم الفرصة للمغادرة بشرف. رضا بالحاج كان الفتق الناطق في قصر قرطاج، كان مدير الديوان الرئاسي في ليله ونهار يعني قدم استقالته، يعرفش حد. وانت تستنى في سليم العزابي مش يتكلم ومش تعرف الاسباب، نعرفوش الاسباب اللي ادت الى خروج رضا بالحاج، ممكن مدير الديوان الرئاسي وخرج. هذا ما يحدث في القصر لا يعلمه الا سكان القصر. وما دام نحكيو على القصور، معناها ثم دور رجال السياسه وثم خاصه دور نساء القصر. على كل هو رضا بالحاج خرج من القصر مشى للحزب، قراءات مختلفة كما قاعد تقول محمد بوغلاب، لكن الرواية الرسمية تبقى غائبة، وإن شاء الله إن شاء الله نعرفوها ونفهمها. هو يقال إن شاء الله أنه مش أول مرة يقدم استقالته، أنه قدم استقالته يعني لرئيس الجمهورية بعد الحوار اللي أجراه مع مريم بالقاضي. يقال ولعلمه لله ولسليم العزابي والباجي قايد السبسي.
نواصلوا أخبارنا وين يلتقي اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك بوفق ما أكد وناطق باسم الحركة عماد الخميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وحسب نفس المصدر فإن هذا اللقاء يأتي في إطار تفويض اللي أعطى للغنوشي أو أعطي للغنوشي من قبل مجلس شورى حركة النهضة لإجراء الحوارات اللازمة مع رئيس الحكومة ومكونات الساحة السياسية. المتابعين للوضع يقولوا أنه تحالف القائم اليوم ما عادش تحالف بين الشخصين المعروفين اللي هما الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي، بل تحول هذا التحالف بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وراشد الغنوشي. شوفني هالروايات والأخبار اللي في المهموتة، كما بيان مجلس الشورى مواصلة التفاوض مع يوسف الشاهد، التفاوض على ماذا؟ والله اللي كان يقولون رأوا هذا فيه استخفاف بعقل التونسي، يتفاوضوا على شنو؟ تقول لي رأوا المفاوضات قاعدة تصير على موضوع الصناديق الاجتماعية، على سن التقاعد، على القطاع العام كيفاش نتصرفوا فيه، الإصلاح، النظر إلى المؤسسات يعني حالة بحالة. تعطيني هذا معناه، تقول لي التحكم في كتلة الأجور، إصلاح قطاع النقل، إصلاح قطاع الصحة، قطاع التعليم. تقول لي الخيارات الكبرى للدولة، اليوم عندنا قانون مالية على الأبواب، يفترض إذا ثم نقاش يصير بين أهم حزب في البرلمان ورئيس الحكومة يكون على القضايا هذه. أما إذا مش يكون الحوار والنقاش والتفاوض بالمراكنة على توافقات مصلحية لهذا الطرف أو ذاك، يا خيبة المساء. لقاء آخر مثير للجدل كان اجتماع البارح رئيس الجمهورية برئيس حركة النهضة، وين أكد الغنوشي على حاجة تونس لتوافق استعدادا للانتخابات القادمة، شيء اللي رفضته تماما حركة نداء تونس اللي أصدرت البارح بيان أكدت فيه تمسكها بإنهاء التوافق مع النهضة، كما اعتبرت أن الحكومة الحالية هي حكومة حركة النهضة، وعليه فإن الحركة غير معنية بدعمها سياسيا، وأن التوافق اللي تم العمل به بين رئيس الجمهورية وحزب حركة نداء تونس من جهة وحركة النهضة من جهة أخرى منذ انتخابات 2014 يعتبر منتهيا وفق نص البيان. من جهتها قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة جراش أنه رئيس الجمهورية محافظ على العلاقة الخاصة بينه وبين الغنوشي، لكن التوافق مع حركة النهضة قد انتهى، مثل ما أكدوا سابقا في حواره التلفزي يوم 24 سبتمبر الفارط. كما أوضحت جراش أنه حزب نداء تونس طلب توضيحات من رئاسة الجمهورية لفحوى اللقاء، خاصة وأنه موضوع اللقاء تعلق بالعلاقة بين الحزبين. هوني زاد نذكروا التدوينة اللي للبارح لسفيان طوبال رئيس كتلة حركة نداء تونس اللي يقول بمناسبة هذا اللقاء اتصل نداء تونس برئيس الجمهورية وطلب منه توضيحات حول هذا اللقاء، فكان هذا البيان المثير للجدل. لا يتفقوا اتصل نداء تونس برئيس الجمهورية أو برئاسة الجمهورية، كان برئيس الجمهورية واضح، ونداء تونس شكون؟ يعني يفترض أنه الأقرب، مش سفيان طوبال هز التليفون وطلب رئيس الدولة، مدير تنفيذي، يعني حافظ قيد السبسي المدير التنفيذي ابن الرئيس كلم بوه، قال له شنو صار بينك وبين يعني راشد الغنوشي، والأب مش رئيس الجمهورية حكى لولده اللي صار بيناته. هذا يليق يعني هو حتى إمضاء هذا البيان جاب الناطقة الرسمية لحزب نداء تونس، ولم يكن بإمضاء المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي. هو بعد يعني بعد حادثة الفرفوري متاع البارح نصحته اليوم، نصحته أنه معناها نسايس روحي قبل نلومه في بن علي على شنو؟ ما على التداخل بين العائلة والحزب والدولة، شيء مرق على بعضه. ما هذا كنا من بين يعني المشاكل اللي كانت أنه نسيب يحكموا، أحنا توا شنو اللي تبدل في حضرة الدستور العظيم متاعنا والمئتين وعشرة ولا قديش حزب، شو اللي تبدل في الأحزاب؟ نعرفوا اللي قائد الحزب الأبدي ولده يحكم وبنته تحكم وخوه يحكم، لا فايدة باش نقول الأسماء، اليوم نلتزم الحذر. هذا ولا شو معناها يعني ولد الرئيس يكلم بوه ويخرج بيان وتقول ثم مثل شعبي يقول مخيبك يا صنعتي كتبدا عند غيري. الحكومة هذه توا ولات حكومة النهضة، شو اللي تبدل؟ ما كانت يعني حكومة الوحدة الوطنية، لأنه معناها الاتحاد قال ارفع يده، لكن هاو الوزراء متاعكم موجودين انكرتوا فيهم، شو معناها حكومة النهضة؟ هذيك حكومة الأمر الواقع،
حكومة اللي أنتجها الواقع متاعك. أنت عندك حساباتك اليوم كحزب، أمورك، حل مشاكلك، حل مشاكلك مع الأب، مع القريب، مع يوسف الشاهد، أمورك. أما هذه شوف صدقني المشهد عبارة على يعايروا في بعضهم. يلي حكومتك متاع النهضة، تو هذه المشاكل متاع التوانسة هي سيدي الحكومة متاع النهضة، باش مش تبدلها أنت. أنت اليوم ما عادش توزن في مجلس النواب، نداء تونس ما عادش يوزن. هذا يعني التخفي في جلباب الأب المؤسس، أخطاوه الرجل. رئيس الجمهورية أخطاوه، أخطاوه. ما تمرمدوش في خريف العمر، أخطاوه. أنا نقول لأنه أنا نحكي على الباجي قايد السبسي وأنا مطلع، كما مطلع على مسار السياسيين الكل في بلادي. يؤسفني أنه رئيس الجمهورية اليوم يقى نفسه أسير العائلة. هذا ما كانش عندي الشجاعة نقوله في وقت بن علي. أما توا نقوله، توا نقوله، إذا مش نحشي راسي في الرمل، توا نقوله، ما يلزمش رئيس الدولة يكون أسير العائلة. هو بالعودة للبيان هذا يقول لك شو معناها ثلاثة ولا أربع سنين توا متعودين كل بيان يصدر عن نداء تونس يصح رسميا ويمضيه رسميا المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي. بماذا يعلل اليوم نلقاو أنس الحطاب الناطقة الرسمية باسم الحزب هي من تمضي على هكذا بيان؟ صح ولا ما يصححوش معناها؟ شوف هاك يعني عقد الكرامة اللي أمورهم. أما كيفاش تحكي باسم رئيس الجمهورية؟ وهذا لقاء خاص. تقول لي أنا سمعت واحد من نداء تونس قال لا احنا يعني سألناه باش نعلموا القواعد متاعنا. ورئيس الجمهورية في آخر حوار ليه محمد يقول لك حتى حد ما نسمح له أنه يحكي باسمي. أنت سألت رئيس الجمهورية باش تعلم قواعدك، قواعدك تعلمهم بسماس كما متعودين. تتصل بيهم، تبعث لهم إيميل، يكون عندكم جروب على الفيسبوك ولا على الواتساب تبعث لهم. هذا كيفاش تعلم أني قواعدك؟ التوانسة قواعد نداء تونس؟ تتكلم أنت باسم رئيس الجمهورية؟ شكون عطاك التفويض هذا؟ سامحني أنا مش مطلوب مني يقول كان شكون انتخبت. أنا في الدور يعني الثاني من الانتخابات الرئاسية صوت للباجي قايد السبسي، أني صوت للباجي قايد السبسي مش لأنس عطاب باش هي تتكلم يعني باسمه. شو العبث هذا؟ أخطاوه رئيس الدولة، أخطاوه، راكم مش تبرمدوه، أخطاوه. خليه يكمل هالعام اللي مازال له بقدره، ما تقحموش في الحسابات الضيقة. البلاد ماهيش غنيمة تتفكفك كان. تحب تحكم بس مش تحكم. إذا التوانسة سلموا مصيرهم قالوا لكم تفضلوا هاو رقابنا وتصرفوا واحكموا فينا كما تحبوا، صحة وفرحة، صحة وفرحة. أما باش تقحموا رئيس الدولة في هالمنطق هذايا متاع الزقاقيات بعبارة الباجي قايد السبسي نفسه، شيء معي. نمشيو للقروان وينفذ الإطار الطبي وشبه الطبي بمستشفى الأغالبة بالقيروان وقفة احتجاجية أمام المؤسسة الصحية احتجاجا على ما وصفوه بالوضع المأساوي للمستشفى واللي يشهد توقف إجراء العمليات الجراحية بسبب غياب طبيب مبنج منذ 22 أو 23 يوم. هذا وذكر المحتجون أنه مستشفى الأغالبة يستفيد من خدماته قرابة المليون مريض من القيروان وأيضا من الولايات المجاورة. اليوم في وحدة الجراحة بالأغالبة عملنا وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير أطباء اختصاص وخاصة أطباء التخدير. اليوم القروين 600 ألف ساكن مع المعتمديات المجاورة من الولايات الأخرى يعني تقريبا مليون ساكن ما عندهمش طبيب تخدير، وهذه جريمة في حق المواطن القيروان. بالنسبة لنا احنا ما عندناش النجم ونخدمه بلاش طبيب بنج. محمد غلاب 23 يوم والمستشفى الجهوي بالقيروان من غير طبيب مبنج، نحكيه على إطار طبي وشبه طبي قاعد خارج في وقفات احتجاجية، وهذا يذكرنا يظهر لي بمؤسساتنا اللي هي تسامبلومو عليلة. لا هو تو سمعت يعني كلمة جريمة. ما يحدث هذا جريمة يعني في حق المستشفى وفي حق المواطنين اللي يستفيدوا من خدمات المستشفى العمومي. هذا السؤال، من هو مقترف الجريمة؟ فماش جريمة من غير أب. ما تلقاش عليه إجابة. لا هو مؤسسة الحاجة قول جريمة وما تحملش مسؤولية شكون المجرم. شكون مسؤول على قطاع الصحة؟ المسؤول على قطاع الصحة هو السيد وزير الصحة. هكا المنطق يقول ولا؟ أني بلغني أنه ثم سيل من الاستقالات للأطباء. كل استقالة تتقدم لوزارة الصحة ما تاخذش 48 ساعة ويصح بالموافقة. الأطباء اللي في القطاع العام يحبوا يغادروا. السيد وزير الصحة الحالي لا يرى مانعا في أن الطب تغادر دون أي اعتراف. واللي نعرفه أنه قبل، أعطيك مثال،
ايام كان منذر الزنادي وزير صحه، وقت اللي يكون يعني الطبيب من الكبارات يقدم مطلب استقاله الوزير يقبل، تكون يعني طبيب يعني اقل يقبل رئيس الديوان او واحد من الديوان. ما كانش الوزاره تفرط في الاطباء، لانه الاطباء ذكم يخدموا التوانسه. اليوم مانيش عارف شنو الحكمه وراء هذا اللي صاير، انه في سبيطار القروان السيد اللي كان يعني الطبيب المبنج انعاش خرج في الاجازه نتاعو نتاع التقاعد في انتظار انه يوصل عمره للتقاعد. الوزاره تتفرج تو اكثر من جمعتين على السبيطار من غير طبيب تبنيج انعاش. الحل شنو هو؟ يا اما تجيب طبيب غادي كامل وقت، والا تعطي فرصه لاطباء القطاع الخاص، ثم كونفنسيون تسمح انهم يجيو يخدموا في السبيطار وتم الاستعانه بهم. لكن علاش اطباء القطاع الخاص ما يرغبوش في الخدمه في القروان؟ السبب بسيط وما تنجمش تلومهم. في سبيطار القروان وقت اللي يمشي يخدم الطبيب ياخو الجارد، معناها النهار اللي يخدمه ياخو 250 دينار. نفس الطبيب كي يمشي يخدم النهار في القصرين ياخو بين 500 و600 دينار. هو يخلي معناها الكلينيك نتاعه ولا اللي يخدم فيها باش يمشي للسبيطار ياخو 250. علاش؟ على خاطر يعني القروان ياخو فيها 250 والقصرين ياخو فيها 600، على اساس انه القروان في الكود دازور. كما بكل معناه هو ياريت النزيف هذايا تعاني من نقص الموارد البشريه، هو ياريت النزيف هذا يصير فقط داخل المؤسسات الصحيه اللي في المناطق النائيه او المناطق الداخليه وما الى ذلك. اليوم اطباءنا واطباء الاختصاص وحتى الاطباء الشبان اللي قاعدين يتخرجوا ماهمش قاعدين يقعدوا في البلاد، عندك ما بين 70 و80% من اللي يتخرجوا جد قاعدين يغادروا في البلاد. شوف انا ما عنديش هالنظره الكارثيه، شبيه هذا واقع، هذا واقع ماهوش يعيب وخلي معناه وين ما تصب تنفع. اون كونتر بارتي عندك مؤسسات قاعده مؤسساتك الصحيه العموميه وساعات حتى الخاصه ماهيش قاعده باطباء الاختصاص وبالطاقم الطبي المطلوب لانهم قاعدين يغاروا للاسباب. لا لا جوستومون اللي قاعده للاسباب اللي كنت تذكر فيها منذ قليل. شوف اني وزير الصح نعرف السبيطار هذا عنده 23 يوم من غير يعني طبيب اختصاص في التبنيج يعني والانعاش. قدامي زوج حلول، يا نعين طبيب غادي للصحه العموميه، يا نلقى نفهم علاش اطباء القطاع الخاص ما يمشيوش يخدموا. وقت اللي يعني نعطيك السبب ونقول لك راهو لانه يخلص 250 دينار في الجارد وفي اماكن اخرى يخلص الدوبل والتريبل، اي نلقاو حلول، مش انا يعني مش نلقى الحل. لو نكون انا وزير الصحه تو نلقى لك حل في 24 ساعه. اما كل واحد معناه يدرق وجهه وخلي هكاك ويقول والله جريمه، اي جريمه وبعد. وبعد المستشفى يقعد 23 يوم غير عمليات جراحية بسبب الهدف. نواصلوا أخبارنا ونختموا بهذا الخبر، وأعلنت وزارة التجارة أنه فريق رقابي مشترك بين الإدارة الجهوية للتجارة بتونس ومركز الأمن الوطني بالحفصية وأيضا الشرطة البيئية تمكنوا من حجز أكثر من 3000 حقنة طبية خاصة بمرض السكري في محل بنهج زرقون بالعاصمة، بالإضافة إلى 500 لتر من الكحول الأبيض الطبي وكميات من الحليب والسجائر وزيت النباتي المدعم. وقد أذنت النيابة العمومية بإيقاف صاحب المحل بتهمة التهريب والمتابعة تجارة غير القانونية بمواد طبية. تمكننا من اكتشاف مستودع على مستوى نهر الزرقون، المستودع هذا فيه كميات كبيرة مواد مختلطة ومختلفة، كميات من الزيت النباتي المدعم، كميات من الحليب المدعم، كميات أخرى من الدخان، والأخطر والأدى هو تم حجز أكثر من 3550 حقنة لداء السكري أي الأنسولين، محتفظ بهم السيد هذايا في المحل العشوائي متاعه هذايا، لذلك تم حجزها حجز فعلي، والنيابة العمومية أذنت بإيقاف المعني بالأمر وبحث تحقيق في الموضوع. الدواء مفقود محمد بوغلاب، البعض منه هاك تشوف اللي سيخكوي وين قاعد يتخبى وين قاعد يمشي، 3000 حقنة طبية للعلاج يلقاوها بمحل في نهج زرقون. لا هذا تبارك الله عليه، هذا معناها هذا مركز تجاري شامل زيت وحليب ودخان وانسولين كل مع بعض مالوغوزمون. باهي اليوم زاد في موقع آخر خبر حجز 87000 بيضة داخل مستودع صاحبه يعتزم بيعها خارج الاطر القانونيه. اي شنو مش نعولوا على وعي التونسي وشعوره بالمواطنه وعلى اساس التونسي للتونسي رحمه وكل كلامك الادبي الانشائي اللي ما يسواش الحبار اللي تكتب به، والا تكون تعتمد الردع. كيفاش مش تردع؟ اعوان المراقبه الاقتصاديه حتى من حيث العدد عاجزين عن انهم يغطي العدد، الامكانيات، المعدات اللي تتوفر لهم.
كيفاش مش تنجم توقف هالطوفان هذا؟ كيفاش اللي يصير هذا اللي معناها يتاجر في صحة الناس؟ شو حليب مخبي الحليب ولا نسولين مع بعض؟ شو هذا اللي صاير؟ مش هذا الشعب مسلم لا يستسلم؟ مش هذم اللي لساناتهم طلعت هكا يحكيوا على تقرير الحقوق الفردية والحريات خايفين على الإسلام؟ هذم ولا مش هذم؟ ولا شعب واحد آخر؟ هما نفس الأشخاص مع الأسف، هذوما لا يديوا الفرض وينقبوا الأرض. للأسف هذا هو الحال حاليا، نتمناو يكون خير لكن مالوغوزمون هذا هو الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه. نمر لموضوعنا الأول. كما قلت لكم في البداية، تتالت الأحداث السياسية من بين هذا النداء أو البيان الأخير الصادر عن نداء تونس واللي أثار جدل وردود أفعال مختلفة، أيضا استقالة مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي، هذا كل باش نرجع عليه بعد شوية مع ضيفنا فيصل خليفة نائب عن حركة نداء تونس بعد هذا التقرير لزميلنا وصفي بسيلة. في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أصدرت حركة نداء تونس بلاغ ممضى من طرف أنس الحطاب الناطقة الرسمية باسم الحزب، يكشف دواعي ومضامين لقاء اجمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة رشد الغنوشي. البيان أكد على تمسك رئيس الجمهورية بإنهاء التوافق مع حركة النهضة واللي كان أعلن عليه في حوار نهاية الشهر الماضي. بلاغ نداء تونس أثار عديد ردود الفعل، منها من اتجه نحو الربط بين البيان واستقالة مدير الديوان الرئاسي سليم العزابي. بيان نداء تونس يعتبر الكثيرين تداخل بين العمل الحزبي ومهام رئاسة الجمهورية، لكن سعيدة جراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية صرحت أنه البيان يهم نداء تونس ولا يهم رئاسة الجمهورية، وقالت أنه قيادة النداء طلبوا من رئاسة الجمهورية توضيحات بخصوص فحوى اجتماع السبسي والغنوشي، فيما اعتبر منجي الحرباوي القيادي في نداء تونس أنه مواقف حزبه هي نفسها مواقف رئاسة الجمهورية. لا يمكن أن نفصل ما بين حركة نداء تونس والباجي قايد السبسي. حركة نداء تونس هي الباجي قايد السبسي. باجي قايد السبسي كان ولا يزال وسيبقى له دور في حركة نداء تونس، ودور مهم ودور أساسي داخل الحركة وفي كل تصوراتها. حديث نداء تونس باسم مؤسسة الرئاسة أصبح اليوم محل جدال سياسي ينضاف للأزمة السياسية والحزبية الراهنة. في هذا الصدد نستقبل ضيفي فيصل خليفة النائب عن حركة نداء تونس. مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. قبل ما نفهم منك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، خلينا نمشي وتسويت لنقطة نداء. فيصل خليفة، هل يمكن أن يكون نداء تونس ضمن المشروع الديمقراطي التقدمي الوسطي اللي حكى عليه مصطفى بن أحمد؟ شكرا على الاستضافة. نداء تونس اليوم خرجنا في انتخابات 2014 كنا في مشكل، جاء نداء تونس كمشروع حداثي كمشروع إصلاحي كمشروع تقدمي، خرجنا كنا في مشاكل كبيرة ياسر. جاء ما حركة نداء تونس والانتخابات التشريعية والرئاسية أدت إلى حاجة جديدة في البلاد. فيصل خليفة، جاوبنا على سؤالي، نعم أم لا؟ هل يمكن أن يكون نداء تونس ضمن هذا المشروع اللي أحكي عليه مصطفى بن أحمد؟ نداء تونس ما ينجم يكون كان ضمن أي مشروع إصلاحي حداثي هذا ديمقراطي. المشروع بالذات يمكن أن تنضم إليه؟ لنداء نعم تونس. لنداء تونس، نداء تونس ذاته من قائم الذات وحده. نداء تونس صارت فيه مشاكل، اليوم مش نصلحه ما لم يتماشى مع الإرادة متاع الناخبين متاعنا. دونك نفهم من كلامك أن ينجم يكون نداء تونس ضمن هذا المشروع. ينجم يكون نداء تونس، احنا موجودين وحالين ايدينا ومستعدين لكل شيء باش نرجعوا الأصل، نرجعوا اللي بدينا به في سنة 2014. أنا نتسأل توا، رأي شكون ناخذ؟ محمد بوغلاب فوزي اللومي كان حضر معنا في نفس البلاتو وقال لا وأجاب على نفس السؤال بلا. تحب رأيي؟ أسأله حسن الشيرني. لا كل لا. توقعات كل تسمح لي كل توقعات، وكل واحد ينجم يستعمل لك نفس المقدمات لكن يوصل إلى نتائج مختلفة. أنا معاه، جاني نداء تونس في وقت صعيب وحامل مشروع إصلاحي، لكن إلى ماذا انتهى؟ جاء بورقيبة باني للأمة ومحرر للمرأة، انتهى إلى ما انتهى عليه بورقيبة. نداء تونس جاء كما كنت تحكي، انتهى إلى أنه يحكي عليهم منجي الحرباوي ويقول نداء تونس هو الباجي قايد السبسي
وما نتخيلوش نداء تونس ما غير الباجي قايد السبسي. شنو التأليه؟ الرئيس نفسه قال انا ما عادش رئيس الحزب، وانت تقول النداء هو الرئيس والاخرين صحيح المناضلين. هاني رجوي، هاني رجوي، سامحني عسكر كردونة، تقبلها انت منجي الحرباوي يقول نداء تونس هو الباجي قايد السبسي؟ كيما اختزلت قبل بن علي هو تونس، لا انا رجعي حتى بالهمس على بن علي تولي سبي تونس. رجعي، كانت هذه نقطة نظام. نبدأ بموضوع اليوم. فيصل خليفة بلاغ بإمضاء ناطق رسمي باسم حركة نداء تونس أنس الحطاب يخص لقاء رئيس الجمهورية براشد الغنوشي، من أين لكم بهذه المعلومات وهل أعلمتم رئيس الجمهورية بهذا البلاغ؟ هو بلاغ مش بيان، مثلش كان في العربية نختلف شوية سي محمد. اليوم الموضوع خذا أكثر من حجمه سي محمد وأخت كبر ياسر موضوع ولا مشكلة. مش هذه اليوم مشكلتنا الأساسية، احنا مشكلتنا في نداء تونس اليوم هي الإصلاح. إصلاح شنو؟ إصلاح نداء تونس. صلحوا على رواحكم. قاعدين لا نصلح، وبدينا في مؤتمر واليوم فما اجتماع تحضيري لمؤتمر انتخابي إصلاحي لنداء تونس. مش تكون فيه حركة، مش يكون فيه نداء تونس مؤسساتي، فيه هياكل حزب، فيه كل شيء منظم بعد اللي صار. احنا اليوم فقنا اللي فما مشكل في نداء تونس. هو ثم مشكل، لا باش نرجع لك، ثم فماش مشكل، ثم مشكل نحو انه بلاغ يحكي باسم رئيس الجمهوريه ما استناش لنصدر بيان عن رئاسه الجمهوريه ويصدر عن الحزب. هوني ثم مشكل، ورئيس الجمهوريه نفسه في اخر حوار لي قال حتى حد ما نسمح له باش يحكي باسمي. البيان كما قال سي محمد قبيله، قال راهو سمعت شكون قال، حبينا نسأل شنو صار. صحيح القواعد، انت قلت انا قلت باش تفيدوا القواعد. باش تفيدوا القواعد، ما دخلنا احنا التونسي، لا ما دخلكم شيء. اللي صار انه وقع تسريب البلاغ مش عمدا، تسريب. احنا ما حبيناش الامور، احنا امور كانت داخليه في نطاق الحزب. هاو ثم شكون منكم اعتبر ووصف هذا البيان بالفضيحة؟ باش نقرا لك عبد العزيز القطي. هذا البيان أكبر فضيحة في تاريخ الدولة وتاريخ الحزب. بدأنا الحفر تحت أو الحفر تحت القاع. ارحموا تونس، ارحموا تونس، ارحموا تونس. احنا هذايا منكم بيان من الحزب ومن الكتلة. إذا كان اليوم بيان خرج من نداء تونس تولي فضيحة، هو راهو كي قال ارحموا تونس يقصد في الحزب، يقصد في حزب نداء تونس. اليوم حزب نداء تونس فيه قلنا يا ان بروبليم، فما مشكل، واحنا اليوم متجهين نحو الاصلاح. واذا كان نداء تونس صار فيه المشكل يعني فما المشهد السياسي اختل في البلاد. اليوم شفنا ان المشهد السياسي اختل بعدم بالاستقالات اللي صارت وبالمشاكل اللي صايره في تونس. اذا اتجهنا نحو الاصلاح وهدفنا هو الاصلاح، ولا يمكن ان يكون في ان تكون الساحه السياسيه موجود فيها احزاب بدون نداء تونس قوي. ولا انتخابات البلديه اعطتنا احسن مثال، صارت ائتلافات مدنيه وجاء نداء تونس الثاني واجتمعت بعض الاحزاب، نداء تونس قائم الذات. لكن كما قلنا واعترفنا وقلنا راهو عندنا مشاكل، واليوم اتجهنا مؤتمر انتخابي مش يكون في جانفي، في شهر جانفي، ومش نبداو بالمؤتمرات القاعدية المحلية ثم الجهوية. بربي ثم فيصل اسمع، تفضل. انت تحكي في مسألة تقنية تهم الحزب. ايه انت خلنا نرجع الحاجة، قلت لك من جملة المشاكل، قلت البلاغ، البلاغ تسريب صار. لا يا اخويا مش تسريب، هاي صفحة نداء تونس، انتم ناشرينه في صفحة الفيسبوك متاعك، مش تسريب غير مقصود. رئيس الكتلة أيضا تحكي عليه، مش تسريب غير مقصود. أنتم نشرتوه اللي هذا البارح، وكان جاء يعني غلطة راكم نحيتوه، هاو مازال موجود توا على صفحة الفيسبوك متاعكم. أموركم أنتم تعلموا القواعد وتصلحوا وتعملوا مؤتمرات، أنا نفرح وقت اللي يكون فما حزب يعني حالته الصحية لباس. لكن أنه حزب مدير التنفيذي والمتحكم في رقابه هو ابن الرئيس، يسمح لنفسه أنه يصادر رئيس الجمهورية يولي يتكلم باسمه، لا الباجي قايد السبسي فقد النطق، لا لا مش عنده مناطق، هو لقاء لقاء غير رسمي. صحيح، يا يتكلم هو عليه يا تتكلموا أنتم فيما يتعلق بيكم. صحيح، مش أنتم تحكيوا باسم الرئيس. صحيح، شنو الرسالة اللي تحبوا تقولوها للتوانسة؟
شو علاش رئيس الدولة تورطوا فيه في النزاعات هذه؟ ما نحبوش الورط. علاش؟ بالعكس احنا نرجعوا لبن علي وسخر. لا 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 باش نرجعوا لها. احنا نحميوا رئيس الدولة. هل من المعقول مؤسسات لا هل من المعقول انكم تعطيوا معطيات تخص لقاء جمع رئيس الجمهورية رئيس دولة كاملة حتى بأي اخلاقيا ما تجيش بطرف اخر بغض النظر عن راشد الغنوشي اخلاقيا ما تجيش في القصر الرئاسي الا اذا هل كان هذا معقول؟ الا اذا كان رئيس الدولة هو من أذن بنشر الكلام هذاك وقت رئيس الجمهورية. هل أذن لكم رئيس الجمهورية؟ إذا رئيس الدولة هو الذي أمر وسمح بنشر الكلام هذاك عن طريقكم يتحمل مسؤوليته. أذن لكم رئيس الجمهورية بنشر هذا الكلام؟ سي محمد أمش نجاوبك أختي. جاوبني بإيه ولا لا أمش نجاوبك. لا لا صدقني أحنا الوقت أخذنا البلاغ أخذنا البلاغ على أساس معلومات داخلية تو نعرف من بعد ولا معلومات عامة كما قلت لي تعديت للشعب التونسي الكل اللي ما عنده حتى دخل وما نتصورش معناها إلى هذه الدرجة يمكن بلاغ كما هذا مش يكون يقلق المسار اللي موجود اليوم والمشاكل والميزانية والقوانين اللي عنا واللي صاير في البلاد صارت احنا قلنا صار يمكن يكون خطا اتصالي. علاش ما صححش علي حافظ قائد السبتي المدير التنفيذي لحزب كيما تعودنا في باقي البيانات؟ همش نجاوبك هنا عندي الاجابه اللي يمكن نجم نقولوا اللي في نطاق الاصلاح اللي صاير واللي مش يصير من الان فصاعدا انه الهياكل وانه تقسيم المهمات في نداء تونس بطريقه كل حد يعمل خدمته هذا اللي مش يصير هذايا داخل في العملية الإصلاحية من رئيس الجمهورية ولا من واحد من القصر؟ أنا نتصور أني ونتصور ما عندكش معلومة؟ المعلومة أني بالضبط من عند شكون ما عنديش أما نتصور أن المعلومة جاءت من القصر. هي من القصر من شكون؟ من القصر. تتصور أنه باجي قايد سبسك بل رجل الغنوش وثم بل رجل الغنوش هذه أمور سي محمد. هو شنو اللي صار؟ اللي صار أنه فما شكون سمعوا باللقاء الغير معلن بصفة ودية اللي رئيس الجمهورية كما قال يقبل أي واحد يطلبه وما وبالرغم اللي كانت فما معناها شوية هكا بورو نعرف لا ما لا سمح لي واحد من الجمهور توا معناها ياخذ الكلمة السياسيين سي محمد أي من السياسيين يقبلهم الكل مش أي سياسي وقت فما مشكلة نتاع نهاية التوافق ومشى الأستاذ راشد الغنوشي إلى قصر الجمهورية القواعد والمسؤولين وإطارات نداء تونس طلبوا فحوى هذه المقابلة. هل اش معناها فما توافق وما فماش مشكل العمل يتواصل كالعادة لا يتواصل؟ هذا هو بعض الإشكاليات. تحب تقنعني بمسألة أنا مانيش مقتنع بها ومانيش طالب اللي أنت تقتنع بكلام تعرفش علاش لأنه البيان أو البلاغ خرج في نفس يعني بعد اللقاء فيه نوع معناه كأنه رسالة أنكم حجرتوا على الرئيس. لا أنتم تمارسوا عليه وصايا ورقائص ما صبرتوش الغدوة كل حزب معني باش يعرف محتوى كل حزب موجود اليوم في الحكومة معني باش يعرف الصار بيناتهم بدءا بالنهضة ما صبرتوش الغدوة في ليلتها كأنكم حجرتوا على الرئيس كأنه رئيس الدولة قاصر أنتم تحبوا معناها تهيمنوا عليه رئيس الدولة الرسالة غير سلبية قاصر الرسالة الدولة. سلبية وحسنا فعل من نشر البلاغ لأنه بخلي الناس كلها الأوراق على الطاولة أنا نعاود نقولها في حضورك لأنك من نداء تونس رئيس الجمهورية أخطاوها أخطاوها رئيس الجمهورية بالعكس. خليه بعيد نداء تونس حزب أسسه باجي قائد السبسي لكنه انتهى ما عادش عنده علاقة به ما عادش علاقة به دستوريا ما عادش عنده علاقة به دستوريا لا لا واقعيا موجود على شكركم فيه الراجل هو تحطوا العرق هو رئيس شرفي واقعيا لا هو رئيس شرفي وحتى يعني رئيس الجمهورية يقول لك الدولة فوق الأحزاب فوق الجميع لكن هذا ينشوف في عكسه اليوم موجود ومقتنعين به ونعملوا عليه وعمر ما حشرنا رئيس الجمهورية في مشكل من نداء تونس ما كتبتوا بلاغ بهذه الطريقة وفي نفس التوقيت اللي حكى عليه بعد أربع سنوات ما انتظرناش يوم الغدوة يفتح الباب بهذه التأويلات كان نقبل كمواطن اللي صار غدوة ينجم لحظة يوسف الشاهد قبل اليوم راجل الغنوشي ينجم على الليلة ولد عم يوسف الشاهد تو يخرج بلاغ يقول والله كلمت ولد عمي وقال سي محمد سي محمد ما ندخلوش أربع سنوات ما ندخلوش العائلات ما دخلناش والقرابات في الحكايات هذه بعد أربع سنوات من حكم نداء تونس ووجوده في السلطة ووجود الأستاذ الباجي قايد السبسي عمره ما صار تداخل بين الحزب وبين القصر هذا والباجي قايد السبسي في كل مرة يذكر ويقول راو
ما عادش عندي حتى دخل بنيدة تونس، ونيدة تونس قابلة بذلك. أما قبلكم 20 مرة قبلكم أفواجا أفواجا. هل يمكن أن تكون رغبة من رئيس الجمهورية في نشر الكل. هذا البيان هذا البلاغ؟ هل يمكن أن تكون رغبة من رئيس الجمهورية باجي قايد السبسي في نشر هذا البلاغ؟ هنا صدقني التفاصيل الدقيقة نتاع كيفاش تمت، شكون حب ينشر وشكون ما حبش، تو نتعرفوا عليها لاحقا. على الإصلاح، نعرف الإصلاح. إذا موضوع بسيط كما هذا ما تعرفوش أنت يعني تتصدى لتقديم وتبرير هذا للتوانسة. أنا قلت لك سي محمد اللي راهو نداء تونس إطاراته طلبوا تسرعوا في طلبنا فحوى اللقاء لمعرفة جلوبالمون لمعرفة الخلاص. هنا شو مدخلكم؟ سامحني شو مدخلكم؟ ما تتسالوا على فحوى اللقاء شو مدخلكم؟ شنو اللي اعطاكم الحق في انكم انتم تكلموا الرئيس وتقولوا صار معي يعني رجل غنوش؟ ما تسالتوا على حتى لقاء سابق يعني كان يقابل في عده اطراف في اوقات سابقه. كان المره هذه يظهر لكم باش تسالوا حتى في رجل غنوش نفسه اللي قابلوه في اوقات سابقه. كيفاش تمت لقاءات سابقه؟ لقاءات سابقه بعد ما يخرج الرئيس اللي قابل مثلا نقولوا يخرج يعمل تصريح به المعلومه تكون تتعدى للناس الكل بسهوله وكل الناس على علم بما صار. اليوم في دقه التوقيت ودقة ما هو موجود والسياسة اليوم معناها الاختلال اللي موجود وفما توافق ما فواش، أنت كمواطن سي محمد نتسائل والناس كل يقولوا شنو مصير التوافق بين النداء لا أنا ما عنديش السؤال هذا لا مش يعني نسأل شنو مصير نحكي تونس القواعد مصير تونس ولا ما يتوافقوش مصير تونس كان بين أيادي أمينة ومن 2014 تعرف سي محمد والشعب التونسي كيفاش خرج الأستاذ الباجي قايد السبسي بتونس إلى بر الأمان وبأمور شخصية بينه وبين الأستاذ أمان راسلو دار الدولة بالأمور الشخصية لا لا يهديكم نحكي لك يهديكم. على التوافق يهديكم قلت لك توافق على ماذا؟ قول لي على شو توافقتوا ما يسالش خرجنا قول لي توافق هو ورجل الغنوشي مش يعملوا واحد اثنين ثلاثة أربعة هاي النقاط اللي توافقوا عليها سي محمد. أما توافق في المهموتة لا مش في المهموتة علاش ما نشافوش علاش نعطيو سكوك على بياض ما عطيناش سكوك على بياض شو احنا نواصلوا لا احنا قصر نواصلوا في العمل بتاعنا التوافق بصفة رسمية مع حركة النهضة ألا يمكن أن يقول أن يكون حملة انتخابية انتهى سي محمد ألا يمكن أن يكون حملة انتخابية سابقة لأوانها حملة انتخابية سابقة لأوانها والله مش نقول لك حملة انتخابية مازال عندنا قانون مالية ومازال عندنا قوانين مازال عندنا محكمة دستورية نذكرك تاريخيا في 2014 حملتكم الانتخابية بديتوها بالعداوة مع النهضة ثم من بعد أعلنتوا عن التوافق هذا اللي صار في 2014 احنا لا نعادي نداء تونس لا يعادي نداء تونس كنتم في خلاف مع حركة النهضة قبل انتخابات 2014 وقلتوا لن نكون يدا لليد وطرحتوا رواحكم بديل وقلتوا حتى انكما خطان متوازيان لا يلتقيان ولا صار هذا لا يلتقيان والتقوا بعض فما امور موضوعية مش نرجعوا تو علاش التقوا امور موضوعية احنا كنا الحزب الاول في البلاد ما يسمى مصداقية لا مصداقية شكون باش يصدقكم بعد هذايا؟ احنا الشعب التونسي اللي يشوف في هذا النوع من البلاغات اللي يشوف في هذه النوع من الاشكاليات من هذه الخلافات الداخلية اللي عصفت بلاد تونس كيفاش باش يصدقكم؟ بلاغ من نوع هذايا ما ينجمش يكون مؤثر بالدرجة اللي معناها مش يحط من عزائم الشعب التونسي في المرحلة هذه بلاغ صارت قلنا في الاتصال صارت كونفيزيون صغيرة تو نتجاوزوها واحنا قلنا نعملوا باش نتجاوزوا مال افي قاعدين لو مال افي احنا قاعدين نتجاوزوا في اللي صار اعتراض نجموا تتوافقوا مع النهضه ولا حتى مع حزب التحرير ما هو حزب قانوني اموركم استاذ اذا الهدف صحيح. هو مصلحه البلاد توافق مع اللي احنا مع مصلحه انا اعتراضي على حاجه واحده وصلنا في تاريخ تونس الى مرحله فيها صخر الماطري عضو لجنه مركزيه للتجمع وعضو مجلس مستشارين بالحسن الطرابلسي عضو لجنة مركزية للتجمع كلها ولات ما تعرف شيء يمرق على بعضه الأنساب تحكم ورجل الطفلة يحكم والخو يحكم وبنت العم تحكم وصلنا للمرحلة هذه جيتوا انتوما قلتوا راو بعد الثورة تم القطع مع الممارسات هذه يلزم فما حذر في مستوى الأحزاب عنده ولده مستشاره أموره مانيش منخرط في الحزب رغم اعتراضي على الممارسات هذه أحزاب اللي يكون رئيسها لمدة 30 سنة فما قانون يتطبق المهم يعمل مؤتمر إذا المنخرطين يقبلوا الدكتاتورية متاع رئيس الحزب أمورهم أما نجيو في نهاية الموندا
العهده الرئاسيه لرئيس الدوله اللي باجي قايد السبسي اسمه موجود في تاريخ تونس المعاصر عنده على الاقل 60 سنه يعمل في السياسه. نجيو في الاخ سامحني أنس الحطاب تحكي باسم الرئيس. مش نربط مع كلامك محمد ابو غلاف، يقول لك قيادات تاريخيه في نداء تونس الا اذا كان عينها ناطقه باسم الرئاسه في بلاصه سعيد قرار. قيادات تاريخيه في نداء تونس تتهم الباجي قائد السبسي راسا بالتوريث، هذا اللي قاعدين نسمعوا فيه. لا 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 اسمعني يا هاني نعاود الباجي قائد السبسي، خليني نجاوبك انا على التوريث. خلي محمد ابو غلاف يعلق. بالله خليني على التوريث، على التوريث سامحني سي محمد، حكايه التوريث هذه اللي تحب نحب نوصلوها احنا نجاوب. نحب نوصلوها هذه قيلت من قيادات في حزب نداء تونس. التوريث ما عندناش الجمله هذه، مش موجوده في حركه نداء تونس. واحنا اليوم مش نعملوا مؤتمر ديمقراطي انتخابي مش يشرفوا عليه جمعيات من الخارج ومن الداخل في الشفاف بالشفافيه الكامله، مش يشرفوا عليه ناس ذي ثقات. اذا التوريث اش قال باجي قائد السبسي وقت حكينا على موضوع حافظ قائد السبسي؟ تعرفش قال الصندوق، قال ما تحبوش مثلا نحيوه بالصندوق بالديمقراطيه. واحنا سرعنا اليوم باش نعملوا مؤتمر انتخابي لاصلاح ما تاريخ وقتاش. مؤتمر هو علامه على الديمقراطيه. لا مؤتمر ديمقراطي، مؤتمرات مش تصير فيه هياكل. انت الناس كلها جت من الحزب، مش معناها مؤتمر ديمقراطي. لا 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 مؤتمر كلمه واحده مش اسمح لي. انتخابات انتخابات فيه بامور واضحه جدا. انا كلام قلته من قبل، من اللي بدات رئيس الجمهوريه كان من الاول واضح، قال انه التعهد نتاعو معناه نتاع مانديلا العظيم عمل ولايه رئاسيه واحده وخرج من الباب الكبير. باجي قائد السبسي كان لعده اعتبارات مش هذا مجالها، واضح انه مش يعمل عهده رئاسيه ويمشي على روحه. وبدات الماكينه. اذا سلباجي معناها يترشح احنا معاه، وبداوا المباركين والمزكين. وقت اللي الناس ساكتة أنا قلت أنصح إذا كان يحق لي أني ننصح رئيس الجمهورية قل له ما ترشحش في 2019، مش من مصلحتك. اللي يقول لك ترشح راهم يحبوا يغرروا بيك، مش من مصلحتك. نفس الشيء اللي زغرتوا له في وضنه ويقولوا له راه ولدك هو لا قادر على حفظ الأمانة ما وصلت المسيرة، راهم يكذبوا عليك وراهم يغرروا بيك. إذا التوانسة يمدوا رقابهم ويقبلوا انه يحكمهم حافظ قيد السبسي، هما احرار. لا مانيش وصي عليهم، مانيش وصي عليهم بالمره، مانيش وصي عليهم غير ما تروح سي محمد. التوانسه عندهم قدامهم الانتخابات، يمشي يعرف وقت اللي يحط صبعه وين يحطه فقط. هنا هذه اللي قالت. لا حتى باش نرجع لك حتى لتصريحات داخل نداء تونس. انس الحطاب، انس الحطاب تونس غير مطروح. كيفاش غير مطروح؟ غير مطروح كانوا عندكم اتهموا يعني اللي حل في مغادره حافظ قائد السبسي تو تتحل الازمه نتاع نداء تونس. هذا نعاود لك في زملائك داخل الحزب شنو اللي قالوا. فاطمه المسدي ايضا في حوار تلفزي ليها البارح اكدت على نفس النقطه، مطالبه العديد يعني من زملائكم داخل نداء تونس بتنحي المدير التنفيذي، ودايوغ برشا منهم استقالوا. هل يمكن ان يكون بدايه حل لهذه الازمه اللي تعيشوها اليوم؟ والله نرجع لك، بدايه الحل بدات اليوم. اليوم فما اجتماع موجود في مقر نداء تونس مش يعطي الخطوط العريضه للمؤتمر. المؤتمر في جانفي، لكن المؤتمرات القاعديه المحليه مش تبدا من الشهر هذا. المؤتمرات الجهويه والمؤتمر، الحلول موجوده وعندنا عندنا خريطة طريق قدامنا وعارفين شنو مش نعمله، وعندنا نعرفوا كيفاش مش نمنعوا نداء تونس وكيفاش مش يمنع نداء تونس بأمور اللي يحبوه القواعد. ما زلتوا متشبثين برحيل الحكومة؟ احنا ما زلتوا متشبثين برحيل الحكومة؟ خليني نرجع لك من الاول على حكايه الحكومه. بقى جاوبني جاوبني ورجع لي، جاوبني جاوبني على الكيسيون ورجع لي. ما عادش عندي برشا، لا لا ما عادش عندي برشا وقت، انا نتحكم في الوقتوني في البلاتو. الحكومه نبدا لك من الاول. الحكومه هي حكومه من؟ من الاول حكومه نداء تونس. نداء تونس نعاودك سؤال اخر جواب. يوسف الشاهد ابن من؟ ولد ام ابوه. ولد نداء تونس. نحكيو في السياسه، في السياسه نحكيو في السياسه. اختلف معاكم اليوم، بعثوا له كاستيونير وتقول لي ولدي ثم تواصل معاه بعض الكاستيونير هذايا. علاش بعثتوا له؟ تنحى الكاستيونير. بكوا نوار. لا لا ما بعثنالوش نوار، مش صحيح. احنا صار شنو مش صحيح؟ امور داخليه في الحزب. قاد لجنه 13 يوسف الشاهد. يوسف الشاهد راهو في مؤتمر سوسه. يوسف الشاهد في ماي
شارك في الانتخابات البلدية ب صار من بعد صارت اختلافات داخلية في أمور في داخل الحزب مع شنية بربي الاختلافات. لا وضح لنا وضح لنا، ما نقعدوش نتحدثوا في العموميات وإحنا في مواضيع هكا ومسّت الاستقرار السياسي لدولة كاملة. فسرنا هذا يستثناء تونسي راهو اللي صار حزب يبعث كيستيونير لرئيس حكومة منه هو راه استثناء تونسي ما صارتش في بقية البلدان. باش نحكي لك مباشرة. تفضل اي تفضل ماذا بينا صراحة وديريكت. صراحة اون ديريكت. اليوم فما خلاف الله يهدي اللي كان فيه سبب بين السيد رئيس الحكومة وبين المدير التنفيذي. إلى حد الآن الطريقة نتاع حل المشكل هذه ما كانتش باللي يتمناوها الناس الكل وخاصة قواعد نداء تونس. ربي ناس نتبعك في كلامك. خلاف أو سوء تفاهم كما قلت بين المدير التنفيذي ويوسف الشاهد. شو ما دخل الحزب فيه؟ يولي موقف الحزب الكل مطالبه يعني بتنحيز هاي علاش اسمعني يا استاذ انت قلت سوء تفاهم بيناتهم هما كزوز اطراف موجودين في نداء تونس اي واحنا مشاركين في الحكومه بوزراء وكتاب دوله من نداء تونس أي؟ ما معناها صار مشكل صغير يلزمنا نطيحوا كل شيء في الماء ونطيحوا رئيس الحكومه في الماء عملتوا وهذا كل احنا شوف احنا طلبنا من قعدنا وطلبنا من الناس الكل باش نحلوا المشكل ما تحلش سوء تفاهم وسوء تقدير وكوميونيكاسيون والخلل اللي موجود في الحزب هذا اللي مش نصلحه ونقول لك حاجه مهمه ياسر يوسف الشاهد ولد نداء تونس ونداء تونس والهذوما شفتهم ال 43 و 47 اقنعوهم ولد نداء تونس وكلهم نداء تونس وفي الاخر خليني نقول لك مش نتلموا في الناس الكل مع بعض به استقاله تعليقكم على استقاله اليوم مدير ديوان رئاسي سليم العزابي اللي هو ولد نداء تونس السيد سليم العزابي من رئاسه مدير ديوان رئيس الجمهوريه احنا سمعنا بها واحنا في البرلمان نقرا لنا في قانون كذا به استقاله سالتوش ولد نداء تونس عملتوش نفس الحرص طلبتوا الرئيس وعرفتوا الفحوى نتاع اللقاء مع الغنوشي كلمتوش سليم العزابي سالتوه على تخرج سليم العزابي ماهوش رئيس الغنوشي مش طرف خارجي اسمعني سليم العزابي كطرف من نداء تونس أي. مش نقعدوا معاه اليوم تتالت الاحداث ومش نفهموا هو ما خرجش من نداء تونس هو خرج من منصب اداري في رئاسه الجمهوريه مش نقعدوا معاه مش نحكيوا معاه هو ولد نداء تونس صار خلاف اداري في رئاسه الجمهوريه الفحوى نتاعه والتفاصيل سوف نعرفها وسوف نقوم بحل المشكل وسيقع حل مشاكل نداء تونس الكل وكما قلت لك والمبادره بديناها احنا وقمنا باول حاجه اكاد واحسدك على التفاؤل نتاعك الدنيا ربيع والجو بديع لا مش ربيع حافظ قايد سمسم مش يتفاهم مع يوسف الشاهد وهم الاثنين اولاد تونس ومش نعملوا مؤتمر وقاعده سي محمد مش نعملوا مؤتمر اليوم بدينا فيه النظمة. مؤتمر لا الامور عندك الكل واقعيا نحكي لك واقعيا واقعيا ما تقوليش نداء تونس انتهى ولا ما انتهاش لا نحكي احنا اليوم فما لجنه ما عنده حتى صله بالواقع سي محمد حتى صله بالواقع احنا اصلاح بدنا في الاصلاح وبدنا في عمليه الاصلاح كيفاش بديتوا في الاصلاح اليوم بدنا في الاصلاح تلميتوا تلمينا اليوم فما لما هي حتى نبدا نعمل قاعده مع اصحابنا المؤتمر الانتخاب لما هي اصلاح لا وجبنا ناس من برا من خارج نداء تونس ومش يشرفوا على المؤتمر والناس الكل متفاهمة شكرا لك يعني شكرا لك يعني في ناس من برا لازمنا نوصلوا للحل ان شاء الله ان شاء الله والمشهد السياسي ما احنا ما نخليوش من غير نداء تونس ومش نرجعوا نداء تونس للساحة والمرتبة الأولى كما كنا شكرا لك فيصل الخليفة النائب عن حركة نداء تونس شكرا لك ومش نعملوا اللي في صالح تونس شكرا لك على حضورك معنا مواصلين معكم في الجزء الثاني باش نفتحوا مشكل القطاع الفلاحي أزمة الفلاحين اللي غاضبين اليوم في جندوبة أزمة الحليب أزمة البطاطا كل هذه على طاولة النقاش هذه المواضيع مع ضيوفنا بعد هذا الفاصل.